هذا بداية حريق اللي هو إكسترا نتيجة انفجار شاحن الجوال أو الشاحن المتنقل. نشوف الحين الانفجار. الآن التصوير بطيء. الجزء هذا. شاهد عملية انفجار الشاحن المتنقل. رغم انه غير موصل بالكهرب صحيح؟ صحيح. سرع شوي. اي سرع شوي. كذا وضع طبيعي صح؟ اي. يعني انفجار كامل الحين شوف. الحين ما توصل الا هي. شوف الحين انفجار كيف. يقب مرة واحدة. واحدة ثانية. استنى لسه ما جت تعرف. استنى الحين شوي. لا الحمد ان المكان ما فيه احد يعني صراحه. صحيح. ولو كان في احد كان سبب لكم مشكله. فلا قدر الله حد اتصاب او شيء. شوف كيف انفجارات. صراحه المفروض يمنع هذا. هذا الشاحن اللي هو المتنقل. مشكله احنا اكثر البيوت كل بيت تلقى فيه نفس الشاحن. يعني قولنا قبل شوي. كل بيت تلقى احيانا عند اطفال. شوف 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 سبحان الله. خطورة الشاحن المتنقل. هذا حريق اكسترا. الحريق وقع في يوم الاثنين الموافق 24/5/1438. الدخان ظهر بسبب المية اللي نزلت. الحين اشتغل اللي هو جهاز الاطفاء. ايه الرش الان اشتغل عشان كذا حصل دخان.